انا ايمن بزرعه من محافظه القاهره، مؤسس شركه سبرينتس. سبرينتس هي ادتك ستارت اب بتدرب وتخرج افضل المبرمجين، مش بس عشان يشتغلوا محليا ولكن لينافسوا عالميا. دي فرصه من عندي يا ايمن، عشان انتوا ناس مجتهده وناس ما شاء الله عارفه بتعمل ايه. والله سعيد جدا، الحمد لله كان يوم صعب والتحدي جامد، بس الحمد لله خدنا الفرصه. نايس. سبرينتس الفائز بالجائزه الأولى في هذا البرنامج. فرحة النهاردة يمكن قد تكون فرحة يونيك تماماً، إن هي كانت صعبة، يعني فعلاً تجربة قاسية وصعبة، والجادجز أقوياء جداً، أسئلتهم في الصميم. أنا اشتغلت سنين كتيرة في شركات مالتي ناشونالز، وبعد كده ستارت أبس كنت أنا يعني مشارك في تأسيسها، وكان كل الشركات ديت بتنافس على المستوى العالمي، يعني هي بتتنافس مع شركات عالمية أخرى، وبالتالي بتحاول تدور على أفضل الكفاءات عشان تعرف تكبر. وكل تحديات الشركات دي كان مرتبط ب إن هي مش عارفة تنمو عشان مش لاقي كفاءات تنمو بيها. ومن ناحية تانية بشوف الشباب بيتخرج بالمئات الألاف ونفسهم يلاقوا الوظيفة ديت، وللأسف مش يعني ما فيش الماتشنج. فده كان التريجرينج بوينت، اللي هي أنا محتاج، ما فيش حد بيواجه الأزمة دي بشكل كبير، فانا قلت ان ايه، ان احنا لها ان احنا ان شاء الله نقدر نحل هذه المشكله. وده الحمد لله احنا خلال يعني سنين قليله بقينا من الاكبر اثرا في المنطقه. كل يوم بتلاقي اخفاقات وده طبيعي، بس الاخفاقات ديت بتبقى فرص تعلم عشان ما نغلطش الغلطه دي تاني. فعندنا في الشغل ما فيش مشكله تغلط غلطه، بس تغلطها مره واحده. احنا شركه سبرينتس بنقدم برامج تعليميه في مجال التكنولوجي. احنا بنقدم برامج بتضمن التوظيف، برامج تدريبيه بتضمن التوظيف، بحيث ان المتعلم بيدفع ثمن التدريب بعد ما يتخرج على 3 سنين وبدون اي فوائد. برامج كلها في مجال التكنولوجي، فكل الوظائف اللي احنا بنركز عليها في مجال التكنولوجي، فاحنا بنعلم تكنولوجي سكيلز عشان نخلي الشخص قادر ان هو يبوست الافيشنسي بتاعته، لو هو حد غير تقني، ولو حد تقني عايز يتعلم برمجه ويبقى مبرمج طول حياته، بنقدر نختار له المجال الانسب وبنوظفه، وزي ما اتكلمنا بيدفع بعد ما يشتغل على 3 سنين. عمرك ما تقدر تحس ان انت نجحت، انت دايما في تحديات، ولكن نقدر نقول في مايلستونز رئيسيه كانت محوريه. اول دفعه خرجناها وان هي كلها اشتغلت في احسن الشركات، ده كان مايلستون. المايلستون الثاني ان احنا اتحركنا من حجم كوهورت واحد 20 فرد، دلوقتي بنتكلم على 400 و500 بيتعلموا في تخصص واحد، ده كان مايلستون ثاني مرتبط بالنمو. لما خرجنا بره مصر كان مايلستون ثالث على ان احنا ناجحين في السوق المصري وبنتوسع. اكبر التحديات ان احنا نبقى مركزين بشكل كبير. الفكره ان احنا شغالين في سوق في فرص كتيره جدا، نتكلم دول كتيره محتاجه نفس اللي احنا بنقدمه. دايما بيبقى عندنا ايه يعني شغف ان احنا عايزين نخدم عدد اكبر بانواع برامج مختلفه اكتر، فقدره انك تتمالك نفسك ده هو اللي بيبقى اصعب تحدي. وساعات بتضطر ساعات تتوسع في حاجات، وفي الاخر تقول انا محتاج ارجع خطوه لورا، خلينا نركز على اللي احنا بنعمله قبل ما ايه نتوسع في اسواق اخرى او برامج مختلفه. انا حلمي ان احنا نحل مشكله التعليم، يعني فكره التعليم ان هو في تعليم جيد ومتميز ولكن بيتقدم لعدد قليل من البوبوليشن البشري. فكره ان يبقى في تعليم مميز بيتقدم للكل واتاحه للكل، المشكله دي حتى الان ما اتحلتش، فاللي احنا بنحاول نحلها هو ده، ونركز على المجتمعات قد تكون الاكثر احتياجا لهذا زي مجتمعاتنا والمجتمعات المشابهه. فهو ده الاولويه الاولى اللي احنا بنركز عليها، حل مشكله التعليم. واهم حاجه هو التكنولوجي، ان احنا التكنولوجي دلوقتي لو ما اتعلمناهاش كلنا وظايفنا هنفقدها. لو كسبنا جائزه سي اي بي الكبرى هنتوسع في البرامج، نقدر نسميها البيجنر ليفل بروجرامز. ليه؟ عشان احنا بنتضايق قوي ان يبقى في ناس كتير متقدمين لبرامجنا وللاسف ما بيدخلوش عشان بيبقى عندهم بعض المتطلبات اللي مش محققينها. فهنركز ان احنا نخدم هذه الشريحه عشان يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه، الا وهي وظيفه جيدة بيحققوا فيها أحلامهم.